ومعانا دلوقتي يعني على الهواء مباشره مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي كريم احمد من ملعب التدريب. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتننا كابتن هاني رمزي، وكل التحيه لزميلتي العزيزه سهام. اهلا بيك يا كريم. اهلا بيك يا كريم. كنت لسه سهام بتتكلم على اجواء وبعض الصحف الرياضيه طبعا بتعمل عمليه تحفيز للاعيبه الوداد على مستوى المانشيتات على مستوى التحفيز. عايزين نعرف منك الاجواء، اخبار فرقتنا ايه، اخبار التدريب النهارده ايه، واليوم مشي ازاي بشكل كامل. اكيد طبعا، يعني يمكن زي ما اتكلمنا امبارح يا كابتن هاني، الكل هنا لكل الصحافه اكيد ليها تحفيز كبير جدا لنادي الوداد، وعلى الجانب الاخر زي ما قلنا يمكن المولين لنادي الرجاء بيحفزوا النادي الاهلي. يمكن واحنا جايين كمان لاستاد الكهرباء اللي يمكن بيقام عليه دلوقتي تدريب فريق النادي الاهلي، قابلنا بعض مشجعي الرجاء كده طبعا بيحفزوا اللعيبه وبيشاوروا لهم، بيشاوروا لهم طبعا بعلامه النصر. طبعا لعيبه النادي الاهلي باكد لك طبعا حماسهم كبير جدا وتركيزهم كبير جدا في التدريبات في هذه اللحظات اللي انا بكلمك فيها يا كابتن هاني. تدريب فريق النادي الاهلي الثاني على ملعب الكهرباء كاليفورنيا طبعا البيضاء، زي ما اكدنا الملعب ارضيته جيده جدا، اختيار كان موفق جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ، تواجد الكابتن محمود الخطيب متواجد بيتابع التدريب، دكتور محمد شاوي رئيس اللجنه الطبيه، اتكلمنا امبارح على علي معلول واكدنا طبعا على جاهزيته، يمكن خد جرعه بقى تدريبيه كامله. يمكن اتكلمنا انا وانت كابتن هاني هو ممكن يبقى فيه جزء تكتيك، لكن واضح ان يمكن علي معلول من اللعيبه الرجاله اللعيبه المجتهده بشكل كبير، خد جرعه تدريبيه كامله، والنهارده كمان واضح ان هو فايق بلغه الكوره كده. ربنا ان شاء الله يحافظ على كل لعيبه النادي الاهلي النهارده وبكره بالنسبه للتدريب يوم السبت ان شاء الله باذن الله تكون كل اللعيبه جاهزه وفايقه. عايز ابدا معاك كمان بقى ببدايه اليوم النهارده، الامر الخاص بالافطار والغداء كل الامور دي عاديه، لكن النهارده كانت المسحه الطبيه الاخيره لفريق النادي الاهلي اللي مطلوبه طبعا من وزاره الصحه المغربيه وايضا الكاف، وهنرجع كمان بيها ان شاء الله بسلامه الله الى القاهره. يمكن المسحه بتقعد طبعا 72 ساعه، فيمكن كان امر مهم جدا ان احنا نعمل المسحه النهارده لان هترجع بيها ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي والبعثه بالكامل الى القاهره. الامور الحمد لله ماشيه بشكل جيد لفريق النادي الاهلي، مستر بيتسو موسيماني بيحفز اللعيبه بشكل كبير جدا، كل دقيقتين بيوقف التدريب، التمركزات الراجل بيتكلم عليها بشكل كبير، اتكلم على لابد يكون دخولنا جيد وقوي جدا في المباراه، يعني جمل تكتيكيه كبيره جدا، بيركز على التمركزات التخطيطات العكسيه اللي اتكلمنا عليها معاك يا كابتن هاني امبارح، امور كثيره جدا واضحه النهارده في التدريب والحمد لله كل اللعيبه شاركت. محمود وحيد بيعلن جاهزيته بشكل كبير، ادى تدريب قوي جدا النهارده كمان تابعناه بشكل كبير وكان مميز جدا. صالح جمعه الحقيقه النهارده كمان يعني بيأدي اداء مميز ورائع جدا، الشناوي متالق كل اللعيبه الحمد لله اللي اتكلمنا عليها امبارح بالنسبه للاصابات النهارده اطمنا عليها بشكل كبير، ويا رب بقى ان شاء الله باذن الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي ما يبقاش في اي امور. يعني الاصابات انت عارف ده امر اكيد بيزعج أكيد. الجمهور وبيزعج الجهاز وبيزعج ايضا مجلس الاداره، لكن ان شاء الله مع الحاله اللي احنا شايفينها دي باذن الله لعيبتنا تحافظ على بعضها اكيد ان شاء الله يا كابتن. بيتدربوا في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها معاك يا كريم مش كده؟ دلوقتي بالتاكيد، وكمان يمكن في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي خلاص يمكن اقدر اقول ان التدريب خلاص على وشك الانتهاء. التدريب كان بادئ 8 مساء بتوقيت المغرب، ساعه وربع او ساعه ويمكن 10 دقائق، جرعه تدريبيه كانت قويه جدا النهارده زي ما بنقول التدريب الاساسي لفريق النادي الاهلي. بكره هيكون تدريب على ملعب مركب محمد الخامس اللي هيستقبل هذه المباراه. قبل ما نروح لملعب بكره كريم، يمكن ذكرت من شويه كريم قبل ما نروح لملعب بكره هنتكلم برضو على بكره والنظام هيبقى ازاي، طمنا بقى كمان على كهربا. انت قلت محمود وحيد خلاص يعني جاهز بشكل رسمي، امبارح كنت معانا وقلت لنا ان كهربا يمكن بيأدي جري حوالين الملعب ما اشتركش بشكل كبير في التدريبات الاساسيه، طمنا على كهربا واحواله ايه؟ الحقيقه طبعا يا كابتن هاني النهارده الكهرباء بدا يجري كمان ازيد شويه، يعني فتح برجل كده بقى بلغه الكره شويه يعني، لكن من الواضح ان لسه حتى هذه اللحظه لم يتم حسم موقف محمود عبد المنعم من كهرباء، لكن ان شاء الله باذن الله يعني بكره في تدريب يا رب يا رب بس ان شاء الله حتى يكون متواجد في القائمه. لكن كل اللعيبه اللي اتكلمنا عليها مع فريق النادي الاهلي سواء بدجي ايمن اشرف الشناوي محمود وحيد جاهزين، لكن تبقى بقى يعني الرؤيه اكيد الطبيه للجهاز الطبي للنادي الاهلي لمحمود عبد المنعم كهرباء، ان شاء الله يتمنى يعني ان هو يكون متواجد معانا سواء في هذه المباراه، لو ربنا طبعا ما كرموش انه يكون متواجد هيبقى له دور كبير بقى باذن الله في مباراه العوده، لكن الكل جاهز ان شاء الله اكيد يا كابتن هاني. بنتمنى لعيبتنا تكون فايقه بقى بلغه الكوره ان شاء الله مرورا باذن الله النهارده وغدا وبعد غدا ان شاء الله في مباراه اليوم السبت. تواجدهم مهم جدا وعندهم امكانيات قويه جدا، ولما بيحتاجهم الفريق بيكونوا متواجدين اكيد يعني ما بيتاخروش. بنشكرك جدا يا كريم، شكرا جزيلا ليك، شكرا لسايب بانك طبعا اللي بتيجي من خلاله، طبعا راعي رسمي للاهلي والرسائل اللي بتيجي طبعا من المغرب برعايته، شكرا جزيلا ليك وبالتوفيق. شكرا ليك يا كريم. شكرا ليك. شكرا ليك.